كلنا تابعنا ماذا يحدث في الكوارث الطبيعية، وكان يمكن آخرها الزلزال اللي حصل في سوريا ثم في تركيا، وكان هناك أزمة أمام كل فرق الإنقاذ، سواء أوصل لمين فين أو إيه اللي بيحصل. يعني أنا أجيب الناس منين؟ هو إيه اللي اتكسر زيادة؟ فكان دايما أنت بتعتمد في الكوارث الطبيعية على معلومات لازم تجيلك من على الأرض أو حد يصور من فوق، فما بتبقاش شايف كويس، وحدوتة كبيرة جدا بتواجه ومشاكل، وتقعد مستني بالأسبوع والأسبوعين إنك أنت تجد شخص تحت الأنقاض، أو تقدر توصل لإنقاذ ناس كان ممكن لو وصلت لهم بدري تنقذ حياتهم. أنا النهاردة هقدم لكم شاب مصري، هذا الشاب المصري في الولايات المتحدة الأمريكية مع مجموعة أخرى استطاع أن يصمم برنامج ذكاء اصطناعي Artificial Intelligence علشان يخش في أثناء الكوارث الطبيعية فيختصر أسابيع كاملة من تحليل المعلومات الأرضية، بحيث ان الارتفيشال انتليجنس او الذكاء الصناعي يوفرها بشكل سريع جدا جدا حتى تتحرك فرق الانقاذ وتنقذ الاحياء او تنقذ الناس وتتحرك على الارض وهي فاهمة راح فين تعمل ايه وايه اللي محتاجين له في المنطقة دي وايه اللي محتاجين له هنا. عبر زوم عمر ماهر مهندس المصري الذي ساعد او ساهم في تصميم هذا البرنامج بشكل اساسي. عمر مساء الخير واهلا بيك معايا في الحياه اليوم. مساء النور، اهلا بحضرتك، ايه الاخبار؟ هل انا الوصف بتاعي كان صح ان انت قدرت توصل بانك انت تعمل برنامج ذكاء صناعي يكشف؟ ارجوك اشرح للساده المشاهدين البرنامج بتاعك بيعمل ايه فور وقوع الكارثه. اكيد، وشكرا لاستضافتكم النهارده، شرف ليا. الكوارث الطبيعيه وتحديدا الاعاصير مشكله كبيره قوي بالنسبه لامريكا. الكوارث دي بتيجي بتهد الاف البيوت والاف الاماكن، وبيموت فيها للاسف عشرات وساعات الاف الناس. اللي احنا عملناه باختصار ان احنا عملنا برنامج بيخلي الحكومه الفدراليه الامريكيه اول لما الكارثه تقع يعرفوا ان هم بسرعه جدا يرصدوا ايه اماكن الضرر، ايه كل البيوت اللي اتهدمت، ويحط خطه انقاذ في خلال ساعه او اقل بدل ما يستنى اسابيع. طيب ازاي ده بيحصل؟ زي ما حضرتك قلت، الطبيعي ان لما الاعصار ده بيضرب ولايه زي فلوريدا مثلا بيعتمدوا بشكل اساسي على صور الاقمار الصناعيه عشان بسرعه جدا يحاولوا يحددوا فين المنشات اللي اتدمرت ويبتدوا يحطوا خطه انقاذ بناء على ده. الكلام ده كان بياخد اسابيع، وبيبقى محتاج جيوش من الناس قاعدين بيحللوا الصور دي ويبتدوا يشوفوا البيت ده اتدمر، البيت ده ما اتدمرش، طب درجه الضرر في المبنى ده اعلى الى اخره. الذكاء الاصطناعي من احد مميزاته ان هو ممكن يتعلم لوحده، احنا ممكن نديله داتا او بيانات وهو يتعلم لوحده. ومن الحاجات اللي بيتعلم فيها دي الرؤيه، هو بقى شاطر قوي في الكمبيوتر فيجن او ان هو يشوف صور فيفهم اللي فيها. فاللي احنا عملناه كان نظام مكون من اربع محاور اساسيه. المحور الاولاني ان هو بيعرف يستوعب الاف او عشرات الالاف من صور الاقمار الصناعيه اللي هي شديده الضخامه، ويبتدي ان هو يستخدم الذكاء الاصطناعي ان هو واحد يرصد فين البيوت اللي في كذا ولايه، اثنين ايه البيوت اللي اتدمرت او واللي ما اتدمرتش، ثلاثه ان هو يحدد درجه الضرر عند كل منشاه وكل بيت. فدي اول حاجه كان السيستم بيعمله. الكلام ده هو فعلا كان بيعمله في ساعه او اقل بدل اسابيع، وده اختصار رهيب للوقت. بس هي الحكايه ما بتقفش هنا، لان حضرتك بعد ما بتحدد ايه التدمير اللي حصل تبقى عايز بسرعه جدا تحط خطه انقاذ. وخطه الانقاذ ديت بتاخد فيها اعتبارات كتير قوي، منها مثلا ايه اكتر مناطق اللي اتدمرت، اثنين ايه طبيعه السكان اللي في كل منطقه، فتدي اولويه اعلى مثلا للاماكن اللي فيها كبار السن او الاطفال، ثلاثه ايه الاماكن اللي فيها منشات حيويه زي المستشفيات الى اخره. فالمرحله الثانيه من النظام ان هو كان بيبتدي يشوف، طيب لو عايزين نبعت عربيات بسرعه تروح تنقذ الناس، ايه الطرق المؤهله؟ لان زي ما حضرتك عارف لما الاعصار ده بيجي بيدمر طرق كتير جدا، فبالتالي بيمنعك ان انت توصل للناس اللي انت عايز تنقذه. فالجزء الثاني من السيستم بيعمل نفس اللي احنا قلناه في المباني، بس بيحاول يشوف ايه الطرق الصالحه للاستخدام، بيبص على صور الاقمار الصناعيه، بيشوف ايه الاجزاء من كل طريق اللي اتدمرت، ويحلل بناء على ده الطريق ده صالح للاستخدام او غير صالح. فدول الحاجتين الاساسيين اللي الذكاء الاصطناعي كان بيعملهم. وده بيعمله في دقائق، في مقابل ان احنا زمان كانوا يقعدوا يحللوا المعلومات دي في ايام طويله وناس واقفه، واحد يقول له خش شمال، لا تعالى شيل بلدوزر هنا، والكلام ده كله، مش كده؟ بالظبط كده، بالظبط.
توفير الوقت الرهيب ده احد المميزات الاساسيه للذكاء الاصطناعي، مش بس في اليوز كيس دي، بس في امثله تانية كتير قوي زي ما حضرتك تقول، لان احنا بنعتمد على حاجه اسمها باراليليزم، ان انت بتوزع الطريقه اللي بيشتغل بيها الذكاء الاصطناعي دي، ان هو مثلا ممكن يشتغل على 100 كمبيوتر او 1000 كمبيوتر بدل ما هو بيشتغل على كمبيوتر واحد، فيعمل الحاجه اللي ممكن تاخد من بني ادم اسابيع في ساعات او اقل. طب عمر، عايز اسالك رد الفعل في الولايات المتحده الامريكيه ومدى بداية التطبيق، هل بدأوا ياخدوا البرنامج بتاعك فعلا لتطبيقه، تم اعتماده فعليا؟ الحمد لله، احنا سلمنا النظام دوت لفيما اللي هي الهيئة الأساسية الفيدرالية اللي هي مسؤولة عن التعامل مع الكوارث الطبيعية، والكلام ده حصل من سنتين تقريبا، والناس كانت مرحبة بيه جدا، لأن ده كان على رأس أولويات المشاريع اللي الدولة عايزة تعملها، لأن الموضوع ده كان مهم قوي بالنسبة لهم، فاحنا سلمنا النظام وهم ابتدوا يستخدموه من ساعتها فعلا، والحمد لله يعني لما ابتدوا يستخدموه لقوا فعلا ان هو الموضوع اسرع بكتير بمراحل من اللي كانوا بيعملوه قبل كده. طيب انا هنتقل بيك بقى الى مصر، هو انا ازاي ابدا ان انا استغل، انت شاب مصري جميل جدا وطلعت ومتخرج من مصر وسافرت بره، ازاي اقدر انقل او اقدر اعمل نواه لتطوير التكنولوجيا والبرمجة في مصر وابدأ ان انا اخرج منها لدول اخرى حولنا، اعمل ده ازاي؟ انا عايز اشكر جدا حضرتك اديت لي مساحة اني اتكلم في الموضوع ده، لان الموضوع ده هو بالنسبة لي موضوع الساعة. باختصار شديد انا شايف ان مصر ليها فرصة رهيبة ان هي تستغل الطفرة الجديدة اللي بتحصل في الذكاء الاصطناعي. اكيد حضرتك سمعت عن شات جي بي تي والحاجات الجديدة اللي طلعت لي من دول، ده نوع جديد من الذكاء الاصطناعي اسمه الذكاء الاصطناعي التوليدي او الجنريتيف اي اي، هشرحه بسرعه دلوقتي. في فرصه رهيبه لمصر من وجهه نظري ان هي تتحرك بسرعه، ان هي تبقى لاعب اساسي في المجال ده، وتحديدا ان هي تبقى مصدر للتطبيقات اللي بتستخدم التكنولوجي الجديده دي للدول المحيطه زي الخليج، الشرق الاوسط وافريقيا. الموضوع ده انا من وجهه نظري متواضعه، لو احنا اتحركنا فيه كدوله بسرعه وعملنا المحاور المختلفه اللي هتكلم عليها دلوقتي دي طبعا كامثله، احنا ممكن بسهوله جدا في خلال سنتين او اقل او اكتر شويه يبقى عندنا قدره ان احنا نعمل حلول في قطاعات مختلفه، صحه، تعليم، فاينانس، بانكينج الى اخره، ونصدرها ونعمل فلوس كتير قوي من الموضوع ده. والموضوع ده هو مش يعني مش اختراع، الموضوع ده في دول عملته قبل كده زي الهند، وانا نفسي اشتغلت فيه كتير قوي، انا بقى لي حوالي 14 سنه شغال فيه، انا قعدت فتره كبيره شغال في مصر بعمل تكنولوجي بنصدرها لامريكا واوروبا وكنا بنعمل منها فلوس كتير، فانا شايف قوي ان احنا ممكن نعمل ده. طيب انا عايز بس اخد كام دقيقه كده اشرح بسرعه جدا ايه اللي بيحصل وايه اللي هو عشان الوقت بتاعنا، انا عايز اعمل معاك حوار خاص بالموضوع ده، يعني انا عايز بعد كده استضيفك تحضر لي كيف تستطيع مصر ان تقدم هذا المركز، نعمله ازاي جوه مصر، ايه رايك؟ انا موافق جدا، يلا بينا. يا طيب سلام، خلاص يعني يبقى على وعد ان احنا نعمل هذا اللقاء انا وانت، وتحدد لي ايه اللي احنا محتاجين له وكده، وهنعمله الاسبوع القادم. بشكرك، الف مبروك، ومصر سعيده بوجود ابنائها في الخارج او في الداخل اللي بيقدموا هذا التطور الجميل. اشكرك جدا عمر ماهر، مهندس المصري من الخارج.